نروح لتقرير على بمناسبة السيدات والستات الجامدة قوي. انتوا عارفين انا ضد كلمة ست بمية راجل دي، ست بمية ست. طبعا هو ليه دايما يتحط انه التقييم يجي بالرجاله؟ يعني ليه مش ست كويسه جدا؟ ليه نحطها انه التقييم هيجي انها ب50 راجل وب100 راجل وب140؟ يعني هي ست ب100 ست، ست ب100 انسان. ست في الغربيه من اهالينا بتشتغل سواق التاكسي، بدات تشتغل بعد ما زوجها توفى، عندها 3 عيال، تسيبهم كده؟ لا، تجري على لقمه عيشها. مروه الحبشي بتشتغل في مهنة الزوج بعد وفاته، بقالها 9 سنين. مروة عندها 47 سنة، من طنطا، مش اللي هي سيدة بدوي، تنزل كل يوم تجري على لقمة العيش علشان خاطر تربي العيال بالحلال وتسوق. هي مش ناوية تمد ايدها ولا هتمد ايدها، ربك موجود. هي بترفع ايديها للسماء وربنا بيبعت الرزق. شوف ست مصرية. اسمي مروة، من محافظة طنطا، أرملة، عندي ولدين وبنت، معايا معهد تجاري، شغالة على التاكسي دوت. ده الحاجة الوحيدة الدخل بصرف بيها الأولاد، وفي نفس الوقت الظروف سمحت لي ان انا جوزي الله يرحمه توفى وكان سايب لي التاكسي دوت. طبعا قابلت صعوبات مع السواقين، سواء كويس وسواء مش كويس، فقررت ان انا انزل اشتغل بنفسي. وفي نفس الوقت ان المهنه سامحه لي ان انا ابقى في اي وقت ممكن ابقى في البيت متواجده مع الاولاد، بنزل بشتغل براحتي، مش مرتبطه بمواعيد معينه. اخويا اللي كان معترض، مع انه في نفس المهنه، بس هو معترض علشان عارف الغلاسات والصعوبات اللي بتقابل وكده. بس انا قلت له عادي، انا مش بعمل حاجه غلط ولا حاجه عيب، عادي يعني ما فيش مشكله. واولادي انا من الاول من صغرهم مع يعني عودتهم على الموضوع ده، لاني عارفه ان هم ممكن زمايلهم في المدرسه، ماما سواقه تاكسي، ماما، فبدات من صغرهم هم في ابتدائي اقول لهم ماما بتشتغل شغل حلال مش حرام، ماما بتعملش حاجه غلط. لما حد يقول لكم كده ما تتكسفوش، دي مش معايره. انا من خلال التاكسي بصرف على اولادي المدارس والتعليم الحمد لله، والبيت، وعايشاهم كويس الحمد لله. بقوم الصبح طبعا انزل اكشف على التاكسي، لازم ابص على الميه والزيت والكاوتشي وكده، اظبط وامسح التاكسي وبطلع اتكل على الله واشتغل. ده في الايام العاديه، انما في ايام المدارس طبعا انا شغاله دورات مدارس، بنزل اوصل مدارس، ولادي باخدهم معايا واديهم مدارسهم، وبرجع اروح البيت اعمل الغدا، نتغدى وانزل تاني اشتغل وارجع بالليل. بقول لكل ست اشتغلي واجتهدي، وما دام لايقه مصدر رزق حلال ما يفرقش معاكي الناس، ما تبصيش لنظره المجتمع، الناس كده كده بتتكلم، فانت خليكي شجاعه واشتغلي اي مصدر رزق حلال، مفيش مشكله.